السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على أرباح. في هذا الشرح سأقدم لكم موقع قديم لربح المال من الأنترنت، موقع نيو بوكس. يمكنك الربح عن طريق إتمام الأنشطة المختلفة مثل النقر على الإعلانات وإتمام الاستبيانات، لعب الألعاب. يمكنك العمل على الموقع بشكل مجاني أو ترقية العضوية للحصول على مزايا إضافية. الموقع صادق وموثوق، طبعا هو موقع قديم ويدعم مجموعة كبيرة من الطرق لسحب الأرباح مثل سكريل، نتلر، RTM وبايبال والتحويل البنكي والعملات الرقمية. طبعا كذلك سنقدم لكم إثباتات السحب، لكن هناك أمر مهم يجب أن تعرفه من البداية. إذا قمت بإنشاء حساب ولم تقم بتسجيل الدخول لفترة أكثر من 48 ساعة سيتم حذف أو غلق حسابك. كما قلت الموقع قديم جدا وموثوق، سنقدم لكم إثباتات السحب. الحد الأدنى كما تلاحظون أمامكم 2 دولار، ويدعم مجموعة كبيرة من طرق الدفع. هذا إثبات سحب. طبعا اسم الشركة هو نيو ديف، والموقع الذي تمتلكه هو نيو بوكس. كذلك هذا إثبات سحب على سكريل. طبعا أغلبية المستخدمين يقومون بالسحب على سكريل أو باي بال. كذلك إذا دخلت إلى المنتدى الخاص بالموقع ستجد هنا Payment Proof، يعني إثباتات السحب. مستخدمون يقومون بمشاركة إثباتات السحب على هذا المنتدى. كما تلاحظون الشركة نيو ديف، والموقع يعمل منذ 2008. سنشرح لكم في البداية طريقة التسجيل، من ثم كيفية الربح وطريقة سحب الأرباح. المهم بعد الدخول إلى الموقع سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. تضغط على Register أو إنشاء حساب، من ثم هنا تضع اليوزر نيم باسورد وتعيد كتابة الباسورد، تضع ايميل، من ثم هنا سنة الميلاد، من ثم تضع هذا الكود الذي تجده في الصورة تضعه في هذا المكان، من ثم تضغط هنا وتضغط هنا وتضغط على كونتينيو. بعد ذلك هنا سيرسلون لك كود إلى البريد الإلكتروني، فقد ستقوم بكتابته في هذا المكان. كما تلاحظون هذا هو الكود، وصلنا سنقوم بنسخه ونضعه في هذا المكان، ثم نقوم بكتابة الفيريفيكيشن كود الموجود في هذه الصورة، ثم نضغط هنا على Finish Registration. الآن سنضغط على Login لتسجيل الدخول، نضع اليوزر نيم والباسورد، ثم نضغط على Send. أولا كما قلت لكم، إذا لم تسجل الدخول إلى حسابك على الموقع لفترة أكثر من 48 ساعة سيتم حظر حسابك وسيتم حذفه. طبعا أنا هذا تقريبا ثاني حساب أنشأته على الموقع. الحساب السابق تم حظره لأنني لم أسجل الدخول لفترة طويلة. المهم حتى إذا كان لديك مبلغ كبير سيضيع منك إذا بقي 48 ساعة لم تدخل إلى الموقع. يجب عليك يوميا الدخول وزيارة الإعلانات أو تصفح المواقع وإتمام جميع المهام المتاحة. المهم أولا بعد التسجيل سنشرح طرق الربح. هنا تجد View Advertisement أو الضغط على الإعلانات، وهي الطريقة الأساسية في الموقع. كما تلاحظون هنا تجد Fixed Advertisement، يعني الإعلانات الأساسية، فقط تضغط هكذا من ثم تضغط على نقطة الحمراء. ستنتظر هنا مرور، كما تلاحظون هذه الدائرة، تقريبا 10 ثواني، ثم تضغط على Close وستحصل على هذا المبلغ. طبعا يمكنك مشاهدة جميع الإعلانات المتاحة في هذا القسم. المهم دائما تجد في هذا المكان مجموعة من الإعلانات يمكنك زيارتها أو مواقع تقوم بتصفحها. الإعلانات هنا حسب المستوى الخاص بك، كلما ارتفع المستوى كلما ستزداد الإعلانات. كذلك يمكنك ترقية الخطة للحصول على إعلانات أكثر، يمكنك الضغط عليها وأرباح أكثر. فقد تضغط هنا على New Box، ثم ستجد هنا Upgrade أو ترقية الخطة، هنا الثمن في الستندار وهنا في الخطة الأخرى. طبعا يمكنك قراءة كل هذا وترقية الخطة إذا أردت أن تربح مبلغ أكثر عن كل إعلان تقوم بمشاهدته وأن تزداد الإعلانات المتاحة في هذا المكان. المهم الموقع مثل جميع المواقع الخاصة بمشاهدة الإعلانات يعمل حسب المستوى. هنا تجد سيرفي أو الاستبيانات، أكثر طريقة تعتبر للربح من الموقع. الاستطلاعات التي ستجدها في هذا المكان متاحة حسب البلد الذي تعيش فيه. دائما البلدان الأوروبية أو بلدان الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تجد فيها استطلاعات كثيرة، والمبلغ الذي ستحصل عليه عند إتمام أي استطلاع يكون مرتفع. المهم هنا تضغط على Complete Survey Profile وتقوم بملء معلومات خاصة بك. تضغط على Start، تقوم بإضافة المعلومات، هنا تختار تاريخ الميلاد وتضغط على Next. تقوم بإضافة جميع المعلومات الخاصة بك، تقريبا 25 سؤال تقوم بالإجابة عليه.
عليهم لتعبئة الحساب الخاص بك، وستظهر الاستطلاعات والاستبيانات حسب المعلومات التي أضفت. وهنا تجد الشركات التي يمكنك من خلالها إتمام الاستطلاعات والربح، مثلا هنا سيرفي تاي، هنا هذه الشركة خاصة بالاستطلاعات، يمكنك كذلك التسجيل فيها والعمل عليها. سنقوم بشرحها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. هذا بالنسبة للسيرفي. المهم كما قلت يجب عليك ملء الملف الخاص بك بمعلومات صحيحة أو خاطئة. المهم أن تتذكر هذه المعلومات مثل ما ستظهر لك الاستطلاعات حسب البلد الذي تعيش فيه. وهنا تجد مجموعة من الشركات يمكنك استخدامها لزيادة الربح، كذلك يمكنك الربح من خلال جيم أو لعب الألعاب. كما تلاحظون هنا 0.001 دولار طبعا على كل مرحلة في لعبة تقوم بإتمامها. المهم هنا يجب عليك البقاء في اللعبة لفترة أكثر من دقيقتين، ويمكنك قراءة كل هذا. المهم تضغط على Play Now، طبعا سيتم توجيهك إلى هذه المنصة. يمكنك اختيار اللعبة، مثلا هذه اللعبة تضغط Play Now، أو يمكنك اختيار من الأقسام الموجودة في الآلة وتضغط على Play Now مرة أخرى، من ثم بلاي وتلعب وتحصل على المال. طبعا الأرباح ليست كبيرة كما تلاحظون أمامكم. أوفر أو العروض لم تكن موجودة سابقا في نيو بوكس، سابقا كان فقط يوجد الفيو أدفرتايزمنت والألعاب، عبارة عن عروض خاصة بتحميل ألعاب، تحميل تطبيقات، استطلاعات وإلى آخره. قم بفتح الموقع من خلال هاتفك لتتمكن من إتمام هذه العروض بسهولة. كما تلاحظون مثلا هنا تحميل تطبيق علي بابا وفتحي تحصل على 16 سنت. المهم كذلك هنا تجد كوان، وفي هذا المكان تجد الشركات الأخرى. أجي مثلا هنا يطلب منك الوصول إلى هذا المستوى، عبارة عن ألعاب وتطبيقات تقوم بتحميلها وتصل إلى مستوى معين وتحصل على أرباح. طبعا يمكنك تصفح جميع هذه الشركات، ومن الأفضل أن تقوم بفتح منصة نيو بوكس من خلال هاتفك. هنا تجد الفورم أو المنتدى كما رأيت من البداية، تجد ثبتة السحب، كذلك جميع المعلومات الخاصة بالمنصة، هنا Payment Proof، المزايا التي سيتم إضافتها في المستقبل، والكثير من الأشياء تجدها في المنتدى. المهم كذلك إذا عدنا إلى الصفحة الرئيسية، طبعا هنا تجد مجموعة من الاستطلاعات تظهر لك، فقد تضغط هنا. وكم تلاحظون أنه سيطلب منك الإجابة على الأسئلة لتظهر لك الاستطلاعات، مثلا هذا استطلاع تقريبا دولار و53 سنت. المهم سأضغط هنا على بانر، تجد رابط الإحالة الخاص بك، يمكنك استخدامه في زيادة أرباحك من الموقع. طبعا يجب على الإحالة أن يبقى 15 يوم على الأقل، وأن يقوم على الأقل ب100 كليك كريدت، يعني أن يقوم بالضغط على 100 إعلان. المهم نأتي الآن إلى كيفية السحب. كما قلنا هنا Your Payment، الحد الأدنى للسحب هو 2 دولار. عندما تصل إلى الحد الأدنى للسحب وهو 2 دولار، يمكنك سحب أرباحك على RTM، PayPal، سكريل والعملات الرقمية، وكذلك التحويل البنكي يعني بايونر أو أي بنك إلكتروني آخر. المهم هذا هو الموقع بكل بساطة، هو موقع لربح المال من الإنترنت للمبتدئين. لن تحصل على أرباح كبيرة من هذا الموقع إلا إذا عملت بشكل يومي، قمت بإتمام الاستطلاعات وكذلك العروض وكذلك شاهدت الإعلانات، كذلك يمكنك ترقية الخطة للحصول على أرباح أكبر. كما قلت يعني الأرباح لن تحصل عليها بسرعة، يجب عليك الصبر وإتمام جميع المهام التي يمكنك إتمامها. سأترك لكم رابط التسجيل في الموقع في صندوق الوصف. الموقع موثوق بنسبة 100%، لكن الأرباح كما قلت تحتاج إلى بعض الصبر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وضع لايك للفيديو، دعمنا بمشاركة الفيديو مع أصدقائك. إذا كان لديك أي استفسار يمكنك تركه في التعليقات أو التواصل معنا من خلال موقع التواصل الاجتماعي الموجودة في صندوق الوصف، وإلى اللقاء.